مصالح من ولاية قسنطينة حجزت قرابة 250,000 مفرقة عليه حد الآن في إطار برنامج مسطر لمحاربة الظاهرة قبل أو قبيل الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية. طبعا معظم هذه المحجوزات تم حجزها من قبل قوات الشرطة العاملة على مستوى الحواجز الأمنية التابعة لمصلحة الولاية للأمن العمومي، وكذا معظم القضايا يتم معالجتها من قبل الأمن الحضاري السابع بأمن ولاية قسنطينة. من بين المحجوزات 20,000 مفرقعة تم حجزها بالشراكة في عملية مشتركة مع الجمارك الجزائرية والدرك الوطني.